على السلامة يا ست الستات. الله يسلمك يا نادي. نورت بيتك يا دكتور أحمد. عامل إيه يا أم الخير؟ كل خير. أنا بخير طول ما أولادي مبسوطين وفرحانين ومزقططين. بابا ما اتصلش بينا؟ اتصل بيك النهاردة أكتر من 3 مرات ومنبه عليا أقول لك ما تسيبش البيت إلا لما يكلمك. طيب. ولا هيزعل ولا حاجة. تلاقيه بس بيتكلم عشان يطمن ان احنا وصلنا. ما تغلطش نفسك يا احمد. انت عارف ان عمي عايش على الامل ده. لكن يا خسارة. ما قدرتش احققه له. اولا دي حاجة بتاعت ربنا. وبعدين الموضوع ده ما يخصش حد غيري. وانا مكتفي بيكي وسعيد معاكي ومش ناقصني حاجة ابدا. انت ارقى انسان في العالم يا احمد. عمرك ما حسستني بعجزي، لكن انا حاسه بيك وعارفه انت قد ايه بتتالم عشان ما عندكش اولاد. يا حبيبه قلبي، كل الكلام اللي انت بتقوليه ده من خيالك. صدقيني انا مش عايز غيرك انت وبس. احمد لو انت عايز عيل اتجوز، انا مش هزعل. صدقني مش هزعل. انت بتقولي ايه؟ مش معقول ما خلفلكش عيل وكمان احرمك من الاحساس ده. انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني، فاهمه؟ الجاموسه دي اخبارها ايه؟ بصرت 10 يا بيه. افتحوها. حاضر. ودي 10 يا بيه. كويس قوي يا بيه. يا بيه. ايه يا ولد؟ مسح التليفون يا بيه. كده سلامة. ها عملتوا ايه؟ مفيش امل خالص. ايوه عملنا كل انواع التحاليل والاشعة اللي في الدنيا. يعني اعمل ايه بس يا بابا؟ اشتري عيل؟ طيب طيب، مع السلامة. ده ايه البخت المنايل ده يا رب؟ صباح الخير يا سعادة البيه. صباح النور. ايه الاخبار يا شكري؟ كل عالم يا رام يا سعادة البيه. وردت ايراد المحلك للبنك النهارده، واتفقت مع اولاد ابو علام ما يشيلوش محصول الرمان الا بعد ما يدفعوا الفلوس الاول. طيب انا نازل اسكندريه قاعد 2 3 اطمن على البطاطس شحنت ولا لا. مش عاوز حاجه؟ تروح وتيجي بالسلامه يا سعاده البيه. بس عن اذنك يا سعاده البيه، هنزل المركز وارجع بكره اخر النهار. ليه؟ اصل ابني عقبال احمد بيه خلف. خلف تاني؟ ما هو لسه مخلف من شهرين. ازاي يا بيه؟ الحكاية دي من سنة. وبقى عندكم معايا دلوقتي 5 يا بيه عقبال أحفادك. طب اديله 50 جنيه من الخزنة وقول له بطل خلف. ده مش لاقي ياكل، هيوكل العيال دي كلها ازاي؟ يا بيه ربنا هو اللي بيرزق، ده احنا كلنا عايشين من خيرك. طب روح خليهم يجهزوا العربية. ربنا يخليك يا سعادة البيه. يعني مش لاقي ياكل، ربنا يرزقه بخمس عيال وابني ابن المنشاوي، ربنا يحرمه من عيل؟ ابدا مفيش. ازاي؟ ده انا غنيت لك الغنوه اللي طول عمرك كنت بتحبها وتنبسط لما تسمعها، لقيتك برضه متضايق، في ايه؟ صدقيني يا سوسن، اسم حسن منشاوي ده هينتهي للابد. ايه اللي بتقوله ده؟ صدقيني حسن منشاوي ده اسمه هينتهي زي اي اسم في الدنيا انتهى.
أنا مش فاهمة حاجة أبدا. عارفة يا سوسن، كلنا حنموت، بس كل واحد هيبقى له ذكرى، هيبقى له امتداد، هيبقى له حد يحمل اسمه. إلا أنا، أنا كسبت كتير وخسرت كتير وعملت ثروة ما تنتهيش، وعملت اسم زي الطبل، عملت حسن المنشاوي. اللي هيجيله يوم يموت وابني، ربنا يديله طولة العمر، هيجيله يوم يموت. بس بعد شوية محدش هيفتكر المنشاوي، والثروة الله أعلم محدش هيعرف هتروح فين، ما يهمنيش. لكن اللي يهمني اسمي، اسم المنشاوي محدش يعمله، محدش هيقول انا جدي فلان. ده اللي مأثر فيا يا سوسن. ربنا يديلك طولة العمر. انا عارف العمر هيجيله يوم وينتهي، ما يهمنيش. كل نفسي اطمن عليه شجر من صلبي قبل ما اموت. نفسي اشوف لي حفيد، حفيد باي الثمن في الدنيا. تصبح على خير. طب وانا هعمل ايه دلوقتي؟ والله انا مش مسؤول، اتصرف. هو المرحوم يتجوز ويخلف وانا اشيل همه. يا شاطرة انت يا بنتي. يا انسة يا بنتي. نعم، في حاجة؟ ممكن اقدم لك اي مساعدة؟ لا متشكرة. اسمعيني بس، انا زي والدك، انا شايفك تعبانه قوي وانت زي بنتي. قولي لي انت رايحه فين؟ مش عارفه. طب ساكنه فين؟ ساكنه في المنصوره. مالكيش حد هنا؟ عمي. وفين عمك ده؟ ساكن في العماره دي. طب ونازله في وقت زي ده؟ في يا بنتي احكيلي. طب تعالي معايا، انا شايفك انك تعبانه قوي، تعالي احكيلي حكايتك يمكن اقدر اساعدك. تعالي. مساء الخير. مساء النور يا حسن بيه. عاوزك تحجز لي اوضه للانسه. تحت امرك يا بيه. الرستورا فاتح؟ نفتحه لسعادتك. طيب. اليوم عشان كده اكلت الاكل كله. طب قومي نامي عشان تستريحي. تصبح على خير. وانت بنام. ايه اللي يخليني اجيب بنت معرفهاش واحجز لها اوضه في اللوكاندا؟ منك لله يا عم، انت السبب في اللي انا فيه دلوقتي. طب لو ما كنتش قابلت الراجل ده كنت هنام فين دلوقتي؟ طب ما يمكن البنت دي تكون حراميه ولا وراها مصيبه، وشها البريء ده وراه حاجات كتير. اجي مع راجل غريب معرفوش في لوكاندا، مش يمكن؟
لا ده باين عليه راجل طيب. الناس الكبار اللي زي حالاتي يقوموا بدري. لا ابدا ده انا صاحيه ومستنيه حضرتك. ايه عامله ايه دلوقتي كويسه؟ الحمد لله. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي على اللي عملته معايا، بس انا ليا الحقيقه انا ليا طلب عند حضرتك ومكسوفه اقوله. مكسوفه من ايه؟ انا عايزاك تسلفني 125 قرش بس والله العظيم ثلاثة ان انا هبعتهم لك بس اول الشهر. هتعملي بيهم ايه؟ هركب بيهم للمنصورة. انا تحت امرك بس عاوز اعرف ايه حكايتك بالظبط. ليه؟ مش يمكن اقدر اساعدك؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ انا حكايتي ملهاش حل. ياه ده انت متشائمة قوي. هي دي الحقيقة. معلش عشان خاطري احكي الحكاية. كان عندنا بيت صغير بيبص على البحر. ابويا كان بيكسب كويس لانه كان بيشتغل في المينا. فجأة لقينا نفسنا عايشين في خيام تحت استاد المنصورة، انا وامي وابويا واختي اللي بترضع. عشنا ايام والمجاري بتطفح علينا. قرر ابويا يسافر على مصر يدور على شغل، بس ما رجعش. قالوا انه مات، يمكن زحم مصر أكلوا. اشتغلت في البيوت علشان أقدر أعيش أنا وأمي وأختي، علشان ناكل. المهم ضاعت كل أحلامي، ما قدرتش أبقى دكتورة. ما بقاش عندي غير حلم واحد، إني أعيش أمي وأقدر أخلي أختي دكتورة. أدي حكايتي ببساطة. طب وأنت بتشتغلي إيه دلوقتي؟ بياعة في محل ماني فاتورة. وبتكسبي كام في الشهر؟ 14 جنيه. وايه اللي جابك اسكندريه؟ جيت لعمي علشان استلف منه، علشان ندفع ايجار الاوتيل اللي احنا عايشين فيه، وعلشان ادفع الدين اللي عليا. طردني من غير ما يكلف خاطره يقول لي باتي للصبح، اصل بيته زحمه، مع اني ما عنديش مانع ابدا انام في المطبخ. المهم بات. طب اسمعي، انا هعرض عليك عرض هيغير لك حياتك كلها. ايه هو بقى العرض اللي هيغير حياتي كلها؟ شوفي انا راجل غني قوي، عندي ارض وفلوس كتير والحمد لله، وعندي ابني الوحيد متجوز بقاله 5 سنين، وللاسف مراته ما بتخلفش ولا فيش امل انها تخلف. انا بعرض عليك انك تتجوزيه، مجرد ما تخلفي هيطلقك وتسيبي الطفل يتكتب باسم ابني ومراته، وانا هيبقى لي حفيد وحديك 20,000 جنيه. وليه ده كله؟ ما في ناس كتيرة متجوزين وما بيخلفوش وعايشين في منتهى السعادة وراضيين باللي كتبه ربنا. ازاي؟ يعني الثروة تضيع كلها واسم العيلة ينتهي؟ احنا ناس صعيدة ومحو الذكرى عار كبير قوي. مدام مراته ما بتخلفش ونفسه في عيل، طب ما يتجوز عليها. مش ممكن، لان مراته دي بنت اخويا المتوفي، يعني بنت عمه، وانا موافقش ابدا انه يتجوز عليها واكسر بقلبها. وبنت اخوك دي غنيه؟ ايوه، لانها ورثه ثروه المرحوم اخويا. عشان كده خايف تزعلها تروح منكم الثروه. لا ده مش السبب الوحيد، لاني بحبها زي ما بحب ابني بالظبط. يعني عايز تشتري طفل ب20,000 جنيه؟ شوفي بفلوسي انا اقدر اشتري 100 طفل، لكن مش ممكن اوافق ان ثروتنا واسم عيلتنا يضيعوا. واذا انت ما وافقتيش هلاقي 100 واحده توافق. انما انا ارتحت لك
ومن عارفك من الصدفة تكون السبب في تغيير حياتك وحياتي. قلت ايه؟ ده كلام غريب قوي. طب اديني فرصة افكر. الحكاية مش عاوزة تفكير. تخيلي لما بقى معاكي 20,000 جنيه، ده غير ان هديكي كل شهر 200 جنيه لغاية ما تخلفي. طب هرد عليك بكرة. انا هديكي نمرة التليفون وتبقي تكلميني بكرة. حاضر. خدي دول. متشكرة. انا عايزة 125 قرش بس. خديهم واشتري هدية لاختك. ايوه بس انا يمكن موافقش هرجع الفلوس دي كلها ازاي. يا ستي اعتبريهم هدية. بس انا متأكد انك هتوافقي. شوفي بفلوس انا اقدر اشتري 100 طفل. واذا انت موافقتيش على 100 واحدة توافق. شغلتيني عليكي. معلش يا ماما اعمل ايه؟ قبل ما وصلت اسكندريه ما لقيتش عمي في البيت، ولما رجع متاخر مسك فيها علشان ابات. كتر خيره. ازاي صحته دلوقتي؟ كويس. يا ترى توفقتي معاه؟ اداني فلوس، بكره هدفع ايجار البيت وهسدد كل الديون اللي علينا. ربنا يديله. شفت يا ماما جبت لك ايه؟ جبت لك شال تحطيه على كتافك من البرد. ليه بس يا بنتي؟ كنت اشتريتي فستان لروحك. انا نايمه في السرير على طول، انت اللي بتخرجي بتشوفي الناس. انا برضه عندي. يا ماما عامله جابت لي ايه؟ الله، ربنا يخلي لكم عمكم ويرزقك بابن الحلال يا احلام. طب انا هروح استريح شويه يا ماما علشان تعبانه من السفر. طيب يا حبيبتي، ربنا يريح قلبك. الفستان الجديد. قوم البسي قميص النوم. معلش يا ابي سيبيني انام دي النهارده، ده اول فستان تجيبولي من عيد اللي قبل الاكل اللي فات. معلش يا حبيبتي قومي اقلعي علشان ما يتكرمش. طيب هقلعه بس هاخده في هضمي. والاخضر وفي كمان اصفر. مفيش احمر؟ لا. مع السلامه. ايوه يا فندم، موجود عندي. تليفون ليك يا حسن بيه. الو. ايوه احلام. الف مبروك، ربنا يتمم بخير. لا انا نازل مصر دلوقتي. طب دي واحده، اديني ورقه من فضلك. ورقه من فضلك. اهلا. قولي لي اتصل بيك ازاي؟ ايوه ايوه. طيب يا حبيبتي. طيب مع السلامة وألف مبروك. كفاية بقى يا ماما، كفاية بقى علشان خاطر. مش قادرة أتخيل إني ما أشوفكي السنة بحالها، ده أنا ماليش غيرك أنت وأختك. معلش يا ماما، هالأيام بتمر، بس بعدها هقدر أريحك، هنقدر ناخد شقة كويسة، وهيبقى معايا فلوس علشان تعليم ليلى لما تكبر. بس الشركة دي مضمونة، يعني العقد مظبوط. ولا تسافري وتتبهدلي في الغربه؟ لا اطمني، هم هي شركه كويسه قوي وكبيره واسمها معروف في الكويت كلها. اعمل ايه؟ باليد دحيله يا الله ضحك ماتوا. بس يا ماما بقى كفايه، انا بعمل ده كله علشان مين؟ مش علشانك انت وليلى. مش هقدر اشوفك كده، احسن بعدين هرفض ومش هروح. لا يا حبيبتي لا، سافري سافري، ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه. بس ببعتيلي، انا خايفه لا اموت وانت في الغربه. بعد الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده بعد الشر، ربنا يديك كده طول عمرك. الدكتور احمد موجود؟ موجود يا فندم. نقول له مين حضرتك؟ انا والدي. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا، انا اسفه جدا، اصل انا لسه جديده. اتفضل يا فندم.
دكتور. ألف شكر. مع السلامة. الله يسلمك. أهلا يا بابا. أهلا يا بابا. أهلا. على السلامة. إزيك يا دكتور؟ اتفضل. وزي البلد واللي في البلد. كلهم بيسلموا عليك ومشتاقين لك أنت وأمال. على فكرة. أيوه. أمال كل يوم والتاني بتحلم بحضرتك. خير. خير وبركة طبعًا يا بابا. هو حد يطول يحلم بحضرتك. يا واد بطل بكش بقى. ربنا ما يحرمناش منك ابدا. طب انا هسيبك تشوف شغلك. لا انا خلاص شويه واخلص. طب وهتعمل ايه؟ هروح نتغدى. يا مال هتفرح بيك قوي. ايوه. وبالليل اخلص عياده بدري عشان ارجع واغلبك في الشطرنج. بقى قابلني. مفيش فايده يا عمي. مفيش فايده. ومفيش مستحيل. طب اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته في 5 سنين؟ القهوه يا سعاده البيت. اي خدمه يا بنتي؟ لا روحي انت يا ام الخير. بس لو سمحتي ما تتاخريش عليا الصبح. ما تاخدينيش يا بنتي، اصل العيال بيلخموني الصبح. ربنا يخليهم ويعوض عليك يا قادر يا كريم. مع السلامه. انا لقيت الحل يا امال. ارجوك يا عم كفايه، ما تخلينيش اتعلق بامل جديد وفي الاخر يطلع وهم. انا تعبت من خيبة الامل. المره دي حقيقه مش امل. حقيقه مستخبيه ورا سراب. لا حقيقه مؤكده. ازاي بس يا عمي؟ عاوزك تفتحي مخك لكل كلمة حولها لك وتوزنيها بميزان الدهب. يمشي على الدواء ده لمدة 15 يوم وبعدين اشوف. ميرسي يا دكتور. العفو. اشوفك تاني يا محمد. لا الدور الجاي هتكون خفيت ومش هديلك حقنة تاني. خلاص؟ مع السلامة يا أنا اتعذبت كتير لغاية ما ربنا هداني للحل ده. ولازم تساعديني يا أمال. أساعدك إزاي بس يا عمي؟ في إقناع أحمد. أنا اللي هقنعه. أيوه أحمد بيحبك ومستحيل يرفض لك أي طلب. موافقتك أنت هتسهل كل حاجة. عايزني أطلب منه يتجوز عليا؟ بقول لك هيطلقها بمجرد ما تحمل. والعيل هيكتب باسمك أنت. هيتربى في حضنك وهتبقي أمه قدام الدنيا كلها. هبقى أم. أنا عاوز أكمل لك سعادتك. ما تبصيش دلوقتي انتوا لسه صغيرين، لكن احمد لازم هيجيله يوم ويحن العيل يحمل اسمه. انا بكده بضمن مستقبلك معاه. يا عم ده طلب غريب جدا. انا ما اقدرش استحمل اللي حضرتك بتقوله ده. انا نفسي قبل ما اموت يبقى لي حفيد عشان خاطري. ما تحرمنيش من ده وما تحرميش احمد انه بقى اب. عارف ان ده صعب عليكي، لكن صدقيني انا بعمل كل ده عشان مصلحتكم. الليله تكلميه والصبح عاوز اخد رد منك بالموافقه. تصبح على خير. سيبيني انا احاول بطريقتي اعوضك عن ده. عاوزك تكلميني النهارده ضروري، لازم ننتهي من الحكايه دي خالص.
حاضر يا عمي، امرك. الكلام ده مش كلامك يا مال. ليه؟ هو انا مش ست زي كل الستات؟ ولا عشان عاجزه يبقى ما عنديش احساس؟ جري يا مال، انت ليه بتقولي كده؟ مش قادره اخبي عنك عذابي اكتر من كده. انا عايز اعرف بابا قالك ايه بالظبط. عمي ما قاليش حاجه. يعني الفكره دي انت اللي فكرت فيها لوحدك؟ دي احسن طريقه نجيب بيها طفل. جاوبيني على سؤالي، الفكره دي انت اللي فكرت فيها ولا بابا؟ مش مهم مين اللي فكر. اسمعي يا مال، ما تخليش افكار بابا وتقاليده تنغص علينا حياتنا. عشان خاطري يا احمد، لو بتحبني صحيح ما تحرمنيش من الفرصه دي. فرصه ايه؟ ما تعالي يا مال. ارجوك يا احمد. خلاص، اذا كان نفسك في طفل نتبنى. نتبنى طفل غريب عننا، ولا ما يبقى من صلبك احسن. صلبي؟ اهي كلمه صلبك دي بتاعت بابا. ارجوك يا احمد، لازم توقف. لا، انا مستحيل اوافق على حاجه زي دي. ليه يا بابا؟ صدقني انا مش عايز عيال، لكن انا عايز ومش هسمح بزوال اسم من شاوي طول ما انا حي. انت ايه، عاوز تكون السبب في ضياع زوجة العيله؟ دي جريمه، جريمه في حياه اجدادك. خلاص اتجوز حضرتك وخلف. اخلص يا اخي، تربيتي ليك وضيع عمري عليك. يا بابا انا ما غلطتش الا ما اتجوزت وانا في عز الشباب عشان اربيكم وارعاكم. عاوز نتجوز وانا رجل القبر عشان تصميمك على عصياني؟ احمد مش ممكن يا حضرتك ابدا. يا بابا ارجوك تفهمني. هي كلمه واحده تسمع كلامي ولا لا؟ حاضر، هسمع كلامك، بس لما الاقي الست اللي توافقنا على كده. ايه رايك في الشقه؟ عجبتك؟ عجبتني؟ يا خرابي، ده انا بتهيألي اني بحلم. انا هعيش البيت ده كله؟ انا اجرتها لمده سنه وهتعيش فيها. ايه مالك؟ كان نفسي امي واختي يكونوا معايا دلوقتي. معلش، بكره هتعملي لهم بيت زي ده. انا هسيبك دلوقتي ترتاحي، وبكره هجيب المأذون ونبتدي اتفاق. ما يلزمكيش حاجه. شكرا قوي. علمون البيت فيه كل حاجه والتلاجه مليانه. خدي خدي دول، انزلي اشتري كل اللي يلزمك، فساتين، هدوم، كل اللي انت عاوزاه. ربنا يخليك. وادي مفتاح الشقه، انا اذنك. مع الف سلامه. أنا شايف إن الغسيل كتير عليكي. لما تقوم تذاكر دروسك أحسن لك بقى. أنا خلصت كل الواجبات. بقول لك إيه، هاتي بوسة. بلاش اللي تأدب أحسن، والله لما تيجي أمك لأقول لها. وشكلها إيه بقى الست اللي قبلت الصفقة الشاذة دي؟ أنا مختار لك واحدة أحلى من بدر منور، ونتاجها هيكون شيء عظيم بإذن الله. نتاجها؟ أيوه. حضرتك بتتكلم عن النتاج زي ما تكون بهايم في زريبة حضرتك بالظبط. حتى في البناء ادمين الواحد لازم ينقي وعاء جميل. وعاء؟ ايوه وعاء، ده انا متوصي بيك قوي. كش بالك. حضرتك كمان اجرت لها شقه؟ ما هو ما كانش ممكن تعيش معاكوا في المعادي. هو انا المفروض اني اعيش معاها؟ على الاقل لمده في الاول، علشان لازم تحصل الخلوه الشرعيه. احنا بعد ما نكتب كتب كتاب انا هروح اخد امال ونسافر على العزبه نقعد فتره. يا بابا انت بتستغل حبنا واحترامنا ليك،
ورغبتنا في تنفيذ كل طلباتك بشكل غلط. اللي بيحصل ده لعب بالنار. خلاص مش ممكن دلوقتي نتراجع. صدقني اللي بعمله ده لمصلحتك انت امان ولمصلحه عيله المنشاوي ولمصلحه اجدادك. خش خش قدامي اتفضل. احلام الدكتور احمد المنشاوي ابني. اهلا وسهلا. اهلا ارتاح تفضل. قول يا احمد قول مع الاستاذ. تفضل يا دكتور ولا زوجيني نفسك على كتاب الله وسنه رسول الله. زوجيني نفسك. الحمد لله انا مقدر الموقف صعب عليكي، لكن زي ما قلنا مفيش حلاوه من غير نار. واجيب القوه منين؟ وبعدين يا امال بدل ما تفرحي افرح. طبعا كلها كام يوم ويحصل مراد ونعلم في البلد كلها انك حامل، وبعد كام شهر تستلمي ابنك اللي حيملى لنا حياتنا كلها. بس ده مش هيبقى ابن. الام مش هي اللي بتخلف، الام هي اللي بتربي. لما تربيه هترتبطي بيه ومش هيعرف حد غيرك. كنت افضل اني اموت ولا اني اسيب جوزي لوحده تانية. قلتلك ما تبقيش عبيطه، دي مش اكتر من وعاء. طب لو سمحت عايز اعدي عليه اشوف. ايوه بس مش وقته. ارجوك يا عمي لازم اشوفه دلوقتي. لا خليك يا عم انا هطلع لوحدي. اجي معاك يا بنتي. لا ارجوك انا عايز اودع. هي الشقه نمره كام؟ الدور الرابع شقه 15. طيب مش عايز السؤال. طب يا شاطر. تعالي
انا عايزاكي. افندم انت عارفه انا مين؟ مدام امال. مدام الدكتور احمد. عارفه. يمكن تكوني ناسيه او تحاولي تنسي الحقيقه دي في يوم من الايام. حياتك تقصدي تقولي ايه؟ اقصد افهمك انت هنا واللي حصل ده كله تم بعد موافقتي انا. انت بالنسبه لاحمد مجرد وعاء وعمرك ما هتزيدي عن كده ابدا. انت قابضه ثمن الدور اللي بتلعبيه. انما انا مراته وحبيبته وهفضل طول عمري كده. فاهمه؟ خلاص. في حاجه تانية نفسك تقوليها؟ يعني ايه؟ يعني انا مستنيه حضرتك لما تخلصي كل اللي نفسك تقوليه. انا خلاص خلصت كل اللي انا عايزه اقوله. عن اذنكم. ليه عملتي كده؟ ايه؟ اتضايقت عشانها؟ لا ابدا. انا اتضايقت عشانك انت. اللي عملتيه ده حسسني انك متضايقه. وانا ما وافقتش على ده غير عشانك انت. وانت اللي غصبتيني على كده. ومين قال لك اني متضايقه؟ انا متاكده انك بتحبني وهتفضل تحبني طول عمرك. طبعا يا روحي. اشوف وشك بخير. هستناك تكلمني بكره. تفهميني ان عندك احساس؟ انت احقر مخلوقه شفتها في حياتي. انت مش ممكن تكوني انسانه. انا عمري ما شفت ولا هشوف انسانه شاذه زيك. ارجوك كفايه تجريح. تجريح ايه؟ انت لو كان عندك احساس ما كنتيش تفكري تبيعي ضناكي ابدا. انا ببيع ضنايا لاني محتاجه الفلوس. لا، لانك جشعه. حبك للفلوس عماك يموت احساسك. صح، لاني ما اتولدتش ببق معلقه ذهب، لاني ما طلعتش بنت المنشاوي اصحاب الملايين اللي بيشتروا بفلوسهم بني ادمين. ما تحاوليش تبررلي جشعك بحجه الفقر. ارجوك ما تتكلمش عن الفقر لانك ما تعرفوش. دي فاكراني هاكل من الكلام ده؟ الحره تجوع ولا تعملش اللي انت عملتيه ده. حضرتك جربت الجوع؟ جربت وانت طفل تشتهي رغيف حاف؟ عمرك شلت طفل على كتافك واتمرمطت بيها في بيوت الخدمه؟ ولا عمرك حسيت وانت عندك 12 سنة انك مسؤول عن ام وطفلة؟ ولا كانوا بيحطوك في السرير وبيدفوك وبيجيبوا لك شوكولاتة ولعب؟ ما تتكلم يا بيه من الاكابر. الو. ايوه يا سعاد، ايه الاخبار كده؟ طيب خليك قاعده جنبها، انا جاي حالا. مع السلامه. كان ممكن يا احمد بيه تقول لي امشي بدل ما تهني كده. انا اسف، معلش، انا مضطر انزل المستشفى دلوقتي. مش عايز اي حاجه. البيت فيه كل حاجه. طيب عند اذنك. مع السلامه. Thank you.
ايه اللي معادك هنا؟ مستنياك عشان احضر لك العشاء. ما كانش له لازمه انك تتعبي نفسك. ما هو مش معقول تتعب نفسك وانا موجوده. انا ملكك. انت ناسي انك مشتريني بفلوسك. انا بعتذر لك على الكلام اللي قلته. انت ما غلطتش. هي دي الحقيقه. هجيب لك تتعشى. ما جاتش سبعة. انا اسفه اللي قلقتك يوم صباحيتك، بس انا ما نمتش طول الليل وكنت منتظره ان انت اللي تكلمني. يا حبيبتي والله انا كنت هطلبك دلوقتي. اللي حصل امبارح يا احمد احكي لي بالتفصيل. احكي لك ايه بس؟ وحياتك ما حصل حاجه يا احمد. ارجوك ما تكذبش عليا، ريحني. انا عارفه كل حاجه. كنت مبسوط معاك. بقول لك كنت مبسوط معاها. انت بتقولي ايه يا امان؟ انا عملت كل ده علشانك وانا مستعد الغي كل حاجه دلوقتي، بس ما تعمليش في نفسك كده. لا يا احمد لا. ايوه مكالمه تانيه من فضلك. قول لي يا احمد بتحبني ولا لا؟ يعني ممكن تنساني؟ ممكن واحده تانيه تخليك تنساني؟ طب احلف بحياتي. وحياه امال بحبك قوي، مش ممكن احب حد غيرك. وبعدين يا امان ارجوك عشان خاطري ما تعمليش في نفسك كده، ما تخلينيش احس ان انا سبب في اي الم ليكي. لا انا كويس كويس خالص. مع السلامه يا احمد. مع السلامه. استني معلش عايز اكلم. استني ايوه ايه الاخبار؟ كله تمام؟ ليه بس؟ شد حيلك يا احمد. بقول لك ايه؟ اسم العيله كله في رقبتك دلوقتي. انا نفسي افرح قوي، قالي حفيده واد. يلا. البقره دي عشانت خلاص؟ لسه يا سعاده البيت. وسايبها لوحدها من غير الطول. مش قابلين بعض يا سعاده البيت، كل ما نحطهم مع بعض تحصل مصيبه بيننا. اسمع الكلام، حطهم مع بعض هم هيتفقوا. انا عاوز البقرة تتعشر بأسرع ما يمكن، فاهم؟ فاهم يا سعادة البيت. واحد تاني. لا 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 مش كفاية، بس انا عندي مهمة ولازم اخلص منها الليلة. Thank you.
دلوقتي كوبايتين وتلج. حاجات كتير فرضها عليا الزمن. وانا بفرض عليك تشربي. عندك حق. ما انت والزمن واحد. انت بتتريقي؟ لا ابدا. هي دي الحقيقة. عايز حاجة تانية؟ انا تحت امرك. انا عايز اخلص المهمة دي بقى. انا كمان عايز اخلص. ما انا هو تحت امرك. ما انت مشتريني بفلوسك. قصدي ابوك اشتراني ليك. جسمي اهو تحت امرك. بس هفضل طول عمري عالي بيحتقرك. مش محتاج تعمل كده عشان توريني قوتك. على الاقل انت قوي بفلوسك. هغفل لنفسي اللي عملته فيك. انا كنت متخيله ان احلاقيك ارق من كده. او على الاقل تعاملني كانسان. انا المفروض اني مراتك. اسفه لفتره. مش حرام عليك تبقى انت والزمن على هيك؟ ولا يعني فلوسك اللي مديالك الحق انك تعمل اي حاجه؟ ارجوك ما تجيبيش سيره الفلوس. اقسم لك انا عمري ما فكرت في كده. بس انا جوايا حاجات كتير قوي ملخبطاني. ومع ذلك انا هفضل طول عمري ندمان على اللي عملته فيك. انت باين عليك تعبان قوي. استريح. شارب كتير. شكرا قوي يا دكتور. لا العفو. ان شاء الله اشوفها الاسبوع الجاي. خلاص كله تمام. ها بيتا ماشي. يلا اشوفها الاسبوع الجاي. باي باي. ادخل البعض يا دكتور؟ لا استني لما اخلص المكالمه دي وانا هضرب لك جرس. حاضر يا دكتور. رابع مرة من ساعة ما نزلت رحت العيادة وانت تكلمني عشان تقولي وحشتني قوي. ايه يا دكتور؟ هي العيادة فاضية ولا ايه؟ ابدا والله. ده انا عندي زباين كتير قوي. حتى تعالي شوفي. طب شوف شغلك بقى. وما تكلمنيش تاني. احسن والله. هرفع السماعة. لا اوعي. احسن اسيب العيادة واجيلك. طيب. هشتغل. وحياتك عندي. حاضر.
ايه رايك في المكان؟ حلو؟ حلو باللي فيه. يعني مبسوطه؟ جدا. ولو ان لو كنا في البيت كان احسن. ليه؟ لان لما بقى معاك لوحدنا بحس بالامان اكتر. هي هي احلام قدرت اوصلك الاحساس بالامان وانت معايا؟ تعرف اول مره شفتك فيها اخدت عنك فكره، بس انت غيرتها دلوقتي خالص. انا اسفه يا مدام، انا شفت الدكتور احمد افتكرتك امان. اصلي يا اهلا يا ليلى، ازيك يا محمود؟ دكتور. الحمد لله، وحشنا قوي يا دكتور احمد. وانتوا كمان. يبقى خلينا نشوفك يا دكتور، وهات معاك امال احسن، وحشاني قوي. باي باي يا دكتور. سعيد يا مدام. انا اسفه. على ايه؟ على اني سببت لك اي احراج. بالعكس، انا نفسي تكوني مقدره موقفي. ما تزعليش اني ما قدرتش اقدمك ليهم. هو ده الطبيعي، يعني كنت هتقدم لي وتقول لهم ايه؟ شفت ان البيت بالنسبه لي احسن؟ انا قلبي مش مستريح، حاسه ان في حاجه، وانا عمري احساسي ما كذب. يا حبيبتي ما تخافيش، انا كل اللي عاوزه لازم هيحصل. بس انا خايفه يا عمي لا يتعلق بيها. بلاش عبط، احمد ابني وانا مربيه، مش ممكن يعمل حاجة أنا مش موافق عليها. ما يمكن هي اللي تلف عليه. زي ما اشتريتها بالفلوس أخليها تسيبه بالفلوس. ده إذا حصل. ولو إني واثق إن أحمد بيحبك. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك انا عاوز اوضه على البحر. انا مدام. عشان ننتهي ونخلص. بقالنا 5 سنين متجوزين، عمره ما اتاخر عن العياده ساعه واحده. مش معنى لما كان معايا كان بيحترم كل مواعيده. طب بس هدي نفسك. تقدر تقول لحضرتك
المرضى بتوع ذنبهم ايه؟ يعني صعبان عليك المرضى؟ مرضى سرحانة في ايه؟ قول لي انت الاول، كنت بتفكر في ايه؟ بفكر ليه الايام الحلوة واللحظات السعيدة بتعدي على الانسان بسرعة غريبة؟ احساسنا بالسعادة هو اللي بيخلي الزمن بالنسبة لنا بتلاقي، علشان كده بنحس ان الوقت عدى بسرعة. خسارة انك ما كملتيش تعليمك. نفسي اطلع دكتوره، كنت حاسه ان الطب اعظم مهنه في العالم، لكن يا خساره. تصوري لو ده حصل كان ممكن نتقابل في ظروف تانيه خالص. يا ترى علاقتنا كانت هتبقى ازاي؟ كنت اكيد احبك برضه، لان الحب ده قدر. عارفه كل راجل وست عباره عن شيء اتقسم نصين، ودايما كل نص يدور على التاني، ولو حصل واتقابلوا يبقوا اسعد اتنين في العالم. انا حاسس انك نص التاني. لا يا احمد، انت زوج وليك حياة، وانا مجرد مرحلة في حياتك ولازم هتنتهي. بلاش نهرب من الحقيقة ونعذب نفسنا. مش لازم ننسى ان احنا بنمثل رواية هتنتهي مع نزول الستارة، وكل واحد هيروح لحاله. انت غيرت فيا حاجات كتير قوي يا احلام. اعتبرني حلم في حياتك ولازم تصحى منه. ايه رايك لسه بدري، ما تيجي نقعد لنا كمان يومين؟ تعقل بقى، انت سايب المستشفى والعياده بقالك 5 ايام. مش هيجرى اي حاجه لو بقوا 7. لا هيجرى كتير، يلا بقى لازعل منك. اعمل ايه؟ ما اقدرش على زعلك. داخلين على طريق المنصورة. أيوة. طب ممكن أطلب منك طلب؟ ربنا يخليك. أموري. عايزاك تمر على أمي وأختي وتقول لهم إنك أنت كنت معايا في الكويت، وإن أنا كويسة وبسلم عليهم وتطمني عليهم، وأنا هستناك بره في العربية. حاضر. ربنا يخليك. انتي ليلى مش كده؟ ايوه انا، وحضرتك مين؟ انا من طرف قبل احلام. قبل احلام؟ يا ماما يا ماما، في واحد من طرف قبل احلام. قولي له اتفضل. اتفضل. اهلا يا ابني، قولي احلام كويسه ولا في حاجه؟ اطمني يا فندم، احلام كويسه ومكلفاني ان انا اجي اطمن عليكم. الله يطمنك، وهي صحتها كويسه مبسوطه؟ الحمد لله يا فندم كويسه، وحضرتك ما يلزمش اي مساعده اي خدمه. هو حضرتك راجع لها تاني هناك؟ ايوه فندم. سلم لي عليها، قول لها امك بتفكر فيك وبتدعي لك ليل ونهار. وسلم لي انا كمان، قول لها ليا بوسك من هنا ومن هنا، وكمان قول لها ان انا بعد الايام لغايه لما هي ترجع. حاضر. اتفضل يا فندم. انا معايا يا ابني والحمد لله، دي بتبعت لي كل شهر. ما هي برضك اللي بعتها. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. صحيح يا احمد، ماما صحتها كويسه؟ اي والله العظيم. يا ترى عاملين ايه من غيري؟ ابدا كويسين قوي، بيسلموا عليكي. ارتحكي بقى امال. حاضر. عشان خاطري. ربنا يخليك.
الحمد لله على السلامة. أهلا يا بابا. الحمد لله على السلامة. ازيك يا أحلام؟ الله يسلمك يا حسن بيه. جاي منين؟ احنا كنا في اسكندرية. عظيم. الهدوء والانسجام مطلوبين، بس ربنا يجعلهم بفايدة. أنا مش هزعجكم كتير، أنا كنت جاي في شغل، حبيت أطمن عليكم وأشوفكم عاوزين حاجة. متشكرين يا بابا. تعالى. هو ده اللي اتفقنا عليه يا أحمد؟ يا بابا لازم تقدر حضرتك إن إحنا بني آدمين، مش حيوانات اللي تحبس في زريبة لحد ما نعشر، كان لازم نخرج شوية. وافرض حد شافها معاك، عاوز تجيب لي نفسك تهمة ويقولوا عليك إنك راجل هلاس وبتخون مراتك؟ ما تنساش حضرتك إنها مراتي برضه. لا! اوعى اسمع منك الكلمه دي تاني. ايه زوجه لاجل المسمى؟ فاهم يعني ايه زوجه لاجل المسمى؟ فوق لنفسك يا دكتور. عايز تبوتني في السرير كده؟ احنا مش قلنا لازم الراحة التامة خصوصا في فترة الحمل الاولى؟ لو ما كنتش دكتور. ليه؟ ما كنتش هسمع كلامك وتربط في السرير الرابطة دي. طب اتفضلي افتحي بقك بقى. ايش ايش انت كمان بتعرف تقلي بيت؟ بس تصوري برضو بتقف على ساعتي تاني مرة. طب وليه عملت كده؟ مش عارفة ليه. بتفكر في ايه؟ بفكر فيكي. في انا مش عارف هعمل ايه من غيرك يا احلام. انا تعودت عليكي. بكره تنسى فرحتك بابنك، هتنسي كل حاجه. ابدا بالعكس. ارجوك يا احمد، قلت لك بلاش نتكلم في الموضوع ده. تبي ما بتحبنيش. الله يسامحك، ده انا عمري ما حبيت حاجه في حياتي قد ما حبيتك. مستحيل ابني سعادتي على تعاسة أمل. أنت كمان ما ترضاش بكده. إحنا ممكن. لا مش ممكن. وإن أنت رضيت أنا مش هرضى. أنا رايح العيادة، مش عايزة حاجة أجيبها لك وأنا جاي. ما تتأخرش عليا. ولا احمد؟ هما الاثنين. طب انا هسيبك دلوقتي عشان عندي حاجات مهمه عاوز اخلصها. اتفضل حضرتك. عمي. ايوه يا مال. دلوقتي اظن المفروض بقى احمد يجي يعيش هنا على طول. طبعا. والطلاق هيحصل امتى؟ اول ما تخلف ونستلم الطفل هيطلقها وهدفع لها المبلغ اللي متفق معاها عليه. هو ده المظبوط. وقلبت الدنيا على من لقيتك بطيخ، ما نفسكيش في حاجة تانية؟ متشكر قوي يا حسن بيه. متشكر على ايه؟ ده انا مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني على ايه؟ انت انسانة عظيمة، ربنا يبارك لك في شبابك وفي صحتك. انا متهيألي هنشوف الخير كله على وشك. ربنا يخليك يا حسن بيه. انا كنت عايز اسأل حضرتك. ايوه. يا ترى بعت الفلوس لأمي؟ طبعا بعت لها حوالة بريدية ب 200 جنيه اول الشهر باسمك. استني يا ستي، وادي الوصلة اهو. ربنا يخليك. بقول
اقول انا هجيب واحده تقعد جنبك وتخدمك، لان امل رجعت ومن الطبيعي احمد هيبقى مرتبط بمراته. اه طبعا. فينا اللي خلاك تعيطي؟ طبعا انت ما فطرتش. في الحقيقه اخسى عليك، مش كنت تقول لي اول ما جيت طب هروح احضر لك الفطار؟ خليكي جنبي، انا مش عايز افطر. وبعدين بقى انت هتعمل زي عيل صغيره، لازم تفطر. طب اديني بوسه عشان اسيبك. لما تفطر وتشرب اللبن وانبسط منك هبقى اديك حاجه حلوه. عجبك اكل الطباخ الجديد؟ مش بطال. يا ام الخير فين؟ راحت العزبه، وعمي بعت السفرجي والطباخ دول مؤقتا الفتره دي. وما حدد لهمش اصناف الاكل كمان اللي لازم يقدموها؟ قول لي يا احمد. ايوه. انا حاسه انك اتغيرت. في حاجه؟ اتغيرت ازاي يعني؟ حاسه ان في شيء انكسر جواك. مين قالك كده؟ مش لازم حد يقولي، انا حاسه بكده. وعمري احساس الزوجه ما يخيب. صدقيني
مفيش حاجة أبدا. أنت بس بيتهيألك. أنا أصلي تعبان شوية في الشغل. أدي كل الحكاية. حقيقي؟ آه طبعا. أنا عمري كدبت عليكي؟ يا ريت. الو احلام، انت صحيح فطرتيني الصبح، بس نفسي تعزميني على العشاء، ممكن؟ يا ريت، بس انت مش شايف انك لازم تتعشى معاه النهارده؟ انت موافقه تعزميني ولا لا كده؟ طيب انا هخلص العياده واجيلك جري. يحصل بينك وبين مراتك اي زعل بسببي. عارفه يا احلام، انا عمري في حياتي ما حسيت بالندم الا دلوقتي. ندمان على ايه يا حمد؟ ندمان على اني ما قابلتكيش من زمان. ما كانش ممكن هتقابلني ابدا الا في الظروف دي. وندمان على اني اتجوزت امال. لا يا احمد ما تقولش كده، انت شارب كتير ومش عارف اللي بتقوله. بالعكس، انا بقول اللي جوايا بصدق لاني شارب. انا اتربيت مع امال وعشنا مع بعض. انا عمري في حياتي ما عرفت ست، كنت واخد الحياه جد قوي، كنت عايز انجح في شغلي. لما بابا قال لي اتجوزها وافقته على طول، لاني عمري ما رفضت له طلب ولاني كنت بعزها. لكن دلوقتي عرفت ان الفرق كبير قوي بين انك تحب حد وانك تعز حد. انا معاك يا احلام، بحس باحساسات غريبه قوي، بحس انك حبيبتي امي. ايوه بس انا مش ممكن ابقى مامتك لاني مش كبيره قوي للدرجه دي. انت ما بتحبينيش يا احلام. انا فعلا ما كنتش عايزه احبك، لكن حبيتك غصب عني. ارجوك يا احمد، انا عايزه اخرج من حياتك من غير ما احس اني سببت لاي حد احساس بالالم. كفايه اللي هيبقى جوايا، كفاية، لأن ده قدر وأنا راضية بيه. اتفضلي اخرجي من هنا حالا، اتفضلي.
ارجوك يا احمد انزل وراها. زي ما جت لوحدها تنزل لوحدها. ارجوك يا احمد ابوس ايدك انزل وراها. انزل وراها وصلها عشان خاطر. انزل وراها. هي برضو معذورة، وبعدين انا علشانك استحمل اي حاجة في الدنيا. انت اعظم انسانة في الدنيا. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اي خدمة؟ قوليلي انت متجوزة؟ ايوه يا فندم. ومخلفة؟ ايوه. ليه؟ في حاجة؟ عال عال شوفي بقى، انا جايلي اول حفيد قريب وهيكون ولد ان شاء الله. قولي ان شاء الله. ان شاء الله. عاوزك تجيبيلي كل الحاجات اللي تلزم مولودي الجديد، بس احلى حاجة واغلى حاجة ومن كل حاجة دستة، فاهمة؟ ده حفيد حسن المنشاوي. اهدي بقى لف فوق فيه عشان النونوت. الله. ودي جاكيتات عشان دي بودرة بقى تحطها له دايما بعد الحمام. ايه رايك؟ حلوين؟ حلوين. يا سلام. انا مستني المولود ده فارغ الصبر. ده الانسان الوحيد اللي احبه اكتر منك واكتر من احمد 60 مرة. حقيقي اعز من الولد ولد الولد. مالك يا مال؟ انا عايزه اطلق يا عمي. بتقولي ايه؟ خلاص مش هقدر اعيش معاه بعد كده. اوعى اسمعك تقولي الكلام ده تاني. صدقني يا عمي احمد ما بقاش يحبني، ولا انا كمان بقيت احبه. في شيء بيننا ضاع. ايه الكلام اللي بسمعه منك ده يا امان؟ بقى انا اللي بقول عليك يا عاله تيجي على الاخر تبوظي كل اللي عملناه. يا عمي انا ما بقتش عايزه حاجه. ايوه انا فاهم كل حاجه، بس عاوزك تصبري وتسمعي كلامي، وكل شيء حينتهي زي ما انا عاوز وزي ما انت عايزه. لازم تستحملي اكتر من كده. ايوه 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 دلوقتي انا هفهمك تعملي ايه. بس الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. واخبار احلام؟ كله تمام. مالك يا بابا؟ زعلان منك. حضرتك شفت امال؟ ايوه وحكيت لي على اللي حصل، وعشان كده انا زعلان منك. ليه؟ كنت متوقع ان الدكتور يبقى اعلم من كده ويعالج الامور بحكمه مش بتهور. حضرتك سمعت وجهه نظر واحده. مهما كان ما تمدش ايدك على مراتك. وهي ليه تسمح لنفسها تين انسانه ما غلطتش فيها؟ دي ست المفروض كلنا نعملها بمنتهى الرقه، خصوصا امال. انت بتدافع عن احلام بالحماس ده كده ليه؟ لا ابدا، انا بدافع عن الحق. طيب هنكمل حديثنا في السكه،
انا كمان عاوز اطمن على احلام. حاضر، دقيقة واحدة بس هغير هدومي. خلاص هانت. بلاش من اهدى، ما تتعبنيش يا بابا. الولاده في المستشفى اضمن واسلم من البيت بكتير، محدش يعرف الظروف. ظروف ايه؟ انت هتعملها لي الشغلانه؟ كل الستات عندنا بيولدوا في دارهم، انت نفسك اتولدت في البيت. يا بابا المستشفى فيها استعدادات ومعدات مش موجوده في البيت. هات كل اللي يلزمك، انما ولاده في المستشفى لا. ليه؟ انا ناسي ان الحكايه دي لازم تتم في السر، مش عاوز اي مخلوق يعرف عنها اي حاجه. يا بابا ارجوك تفهمني، اذا كنت خايف تولدها ابعت اجيب ده تولدها. خايف عليها قوي كده ليه؟ لا ابدا، انا خايف بس تحصل مشاكل احنا في غنى عنها. مشاكل ايه اللي ممكن تحصل؟ عمي كلامه مظبوط، كل الستات بتولد في مستشفيات. هو انتي اتكل على الله، ما بقاش قلبك خفيف. شد حيلك يا ست امال، مش قادره. معلش استحملي شويه يا حبيبتي، مش قادره. يا رب بموت يا حبيبتي. ولازم اخده قبل ما تصحى وتشوفه، مش لازم تعرف اذا كانت جابت ولد ولا بنت. يلا
خد ابنك يا امال، خد ابنك. اسمع هتتكلم معاها؟ اه طبعا، لانها لسه تعبانه. طيب طمنها على الفلوس وانا هرجع تاني عشان الموضوع كله. الحمد لله على سلامتك يا أحلام. الله يسلمك ولد، أنا قلبي حاسس، مش كده؟ حلو يا أحمد، عيني لونها إيه؟ أمال هو فين؟ روح هاته، نفسي أشوفه. مالك يا أحمد؟ ساكت ليه؟ الحمد لله على سلامتك انت يا احلام. في ايه؟ انا مش سامع عياطه، هو فين؟ سافر. سافر؟ بابا اخده وسافر بيه البلد. ليه استعجل؟ من غير ما المسه، من غير ما اشوفه، من غير ما اشيله. حرام عليك يا احلام، ما تعمليش في نفسك كده. انا لسه اشوف ابني يا احمد، ابوس ايدك لسه اشوفه. انت هاجله ممكن تخليني اشوفه، لكن انا ضعيفه، اشوفه ازاي؟ انا عمري زعلت، عمري عملت لك حاجه ضايقتك. ابوس ايدك يا احمد، نفسي اشوفه، نفسي اشوفه. انا صحيح اشوفه. بكره هسافر البلد ولازم اخليك تشوف ابني. بس ايه؟ ربنا يخليك. أمان، أمان، أمان. أيوة يا عم. الولد فين؟
لسه نايم. كل كويس يعني نفسي اكلته. وبعدين انا لازم اجيب له حد يرضعه. زي ما يعجب حضرتك يا عم. ايه مالك مش مبسوطه ليه يا ام حسين؟ انا ام حسين طبعا. تفتكر الكلمة دي تسوى ايه بعد احمد ما راح؟ راح راح ازاي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ هي دي الحقيقة عني. انت جبت لي عيل مش حاسة بيه، مفيش بيني وبينه اي ارتباط غير كلمة، كلمة بكتب بيها على نفسي وبنكتب بيها على الناس. انت خدت مني احمد، خدت جوزي، خدت اللي كان حبيبي 5 سنين. احمد مجاش، انا عايشة مع عيل وجوزي عايش مع واحدة تانية. انت حققت كل اللي انت عايزه بس كسرت الحب اللي بيننا. ما تقوليش كده، احمد هيجيلك وانا لازم اجيبهولك. انا مش عايزك تجيبهولي والحب اللي في قلبه انتهى. صدقني مش هبقى سعيدة ابدا. احمد هيرجعلك. انا هنزل بكره مصر هخليه يطلقها وادفع لها فلوسها وتمشي ويرجع لك وهو بيحبك وتعيش معاه هو وابنه، وانا بقى ارتاح ارتاح بعد ما حققت لكم كل املكم وشفت حفيدي. ازيك يا بابا؟ اهلا يا احمد ابن حلال مصفي. انا كنت هنزل لك مصر النهارده. ده انا اللي جيت لحضرتك في موضوع مهم. عارف كل اللي هتقوله وانا جاهز. ما افتكرش حضرتك عارف انا جاي ليه. ليه؟ لان احلام عايزه تشوف ابنها. ابنها؟ ابنها ده ايه يا بابا؟ انا وعدتها بكده. تجرى لك حاجه في عقلك يا دكتور؟ ده ابني وابنها ومن حقها انها تشوفه. لا مش من حقها انها تشوفه. ازاي؟ هو كده الولد ده ابن امال، وانا اتفقت معاه على كده وهي وافقت، وانا هديك دلوقتي الفلوس علشان تديهم لها، انما تشوفه من رابع المستحيلات. وانا بقول لحضرتك انها لازم هتشوفه وحاطه ليها. طب ما تعليش صوتك عليا يا ولد. انا اسف يا بابا، بس هتشوف ابنها وهيعيش معاها. مفيش قوه في العالم هتاخد مني الولد ولا من امال. لا هاخده، وان ما خدوش انا هطلع واقف وانا واقول قدام اهل البلد كلهم، هحكي لهم على الحكايه واقول لهم على اتفاقك وانك اشتريت العيل ده بفلوسك وان العيل ده مش ابن امال. انت فاهم؟ بقى كده يا احمد عاوز تطلع قدام البلد وتفضحني؟ عاوز تفضح مراتك وبنت عمك وتطلعها كدابه وتشهر بيها قدام الناس؟ يا اخي تربيتي ليك وحبي ليك يا احمد، ليه يا ابني خلينا مد ايدي عليه؟ على الدكتور اللي بحبه وافتخر بيه. انا اسف، ارجوك سامحني. انا لا يمكن كنت هعمل حاجه زي كده، انا بس انفعلت شويه. وحضرتك لو كنت سبتني كنت تراجعت. تفتكر حضرتك اني ممكن امسك؟ ابدا. بس بالرغم من كده احلام عايزه تشوف ابنها يا بابا، ده من حقها. خلاص يا ابني سيبنا اتصرف، انا حقنعها على طريقتي الخاصه. انا تحت امرك، بس انا مش هرجع مصر غير وحضرتك معايا.
خلاص بكره الصبح هنسافر سوا. اطلع استريح شويه وسيبني لوحدي. سيبني لوحدي. الحمد لله على سلامتك. ابني فين يا احمد؟ عندي في العزبه عند جده. انت مش وعدتني انك هتجيبه عشان اشوفه؟ وانا وعدتك ب20,000 جنيه وانا عندي وعدي. مش عايزاه. امال عاوزه ايه؟ عايزه ابني. ابنك ده ايه؟ احنا اتفقنا انك تنسي الكلمه دي خالص. انت ليكي حق واحد عندي بس اللي هو الفلوس، غير كده لا. لا انا ليا حق في ابني، ليا حق في اللي عاش معايا في نبضي وفي دمي، ده اكل وشرب معايا، هو ده حقي الوحيد. انما الفلوس انا مش عايزاها، مش عايزه فلوس العالم كلها. اسمعي يا احلام، انا مستعد اديكي كل اللي انت عاوزاه، كم يكفيك؟ ارجوك يا حسن بيه ما تكلمنيش على الفلوس. انا صحيح كنت عايزه فلوس لاني كنت فقيره، دلوقتي انا عايزه الفقر، وعايزه ابني، وعايزه اشحت بيه، اتوسل اليك، ابوس ايديك. ايه بس المطلوب مني؟ ايه اللي اقدر اعملهولي؟ ولا حاجه، اعيش جنبه، اشوفه، اشيله، اربيه، واعيش جنبه خدامه، ومش هتكلم، اوعدك اني مش هتكلم. انت بتقولي ايه يا احلام؟ أرجوك. انا مش ممكن اوقف عليك. ارجوك يا احمد ارجوك، اذا كنت بتحبني حقق لي ده، حقق لي ده. انا ما رضيتيش. انت مراتي، ازاي اقبل انك تيجي شغاله لابننا؟ معلش ده قدري، معلش. يعني ايه قدرك؟ انا لازم اغيره؟ مش ممكن. قلت ايه يا حسن بيه؟ اسمعي يا احلام. نعم. لازم تفهمي ان امال مرات احمد بنت اخويا. حاضر. وانا عمها، انا اللي مربيها ومسؤول عنها. وعلشان تيجي عندي في البيت تشتغلي دادة للولد لازم احمد يطلعك. موافقة، أنا موافقة يا أحمد، طلعني يا أحمد، أنا موافقة. إزاي يا أحلام تقوليها بالبساطة دي؟ فين اللي جنبنا؟ فين الحب؟ فين اللي قلناه 9 أشهر؟ أنا بيني وبينك حب كبير، لكن في حب أكبر ما حسيتوش إلا دلوقتي. أنا هشوفك فيه، وحدي كل حبي ليك لابني أحمد. أنا بطلبها منك، مش هو اللي بيطلبها. أرجوك أرجوك تطلقني، ارحمني وطلقني، أرجوك يا أحمد، ما تعذبنيش أكتر من كده. ولا يا أحمد أرجوك. مش ممكن يا أحلام، اللي بتطلبيه ده صعب. ده الشيء الوحيد اللي بطلبه منك، وده الشيء الوحيد اللي هيساعدني. بقى أنت هتبقي سعيدة كده؟ أيوة يا أحمد أيوة. أصعب كلمة في حياتي هقولها لك علشان أساعدك. خلاص ارتحت، حققت كل اللي أنت عايزه، اتجوزتني وطلقتني، بس أنا هحاسبها علشانها مش علشانك. أنا لولا هي ما كنتش وافقتك على حاجة أبدا. أرجوك تفهم ده كويس. بكل حبي ليكي، بكل الألم اللي جوايا، انتي طالق يا أحلام. أنا مستنيكي بكرة.
جيته متأخر قوي. خلاص كل شيء انتهى. فيه بابا فين؟ روح حصله، يمكن تقدروا تشوفوه لآخر مرة. ما شفتوش